زي ما كنت تطلع تشالنجر في 5 دقايق وبدون روت، اكيد فاكر اني بهزر او بعمل كليك بيت، بس اتفرج الفيديو ده لحد اخره عشان فيه مفاجاه ليك. ونت تعمل لي لايك وسبسكرايب الاول عشان تعبت عملنا وجبت لك الطريقه دي وريت تقدرني بحاجه منهم. افتح كده موقع اسمه لورجراف، الموقع ده بيبين لك احصائيات اللاعبين، ودوس على تشامبيونز وشوف على احسن ناس بتلعب في السيرفر، وبعد كده هتعلم على رانكد فليكس ونشوف الناس التشالنجر، يعني احسن ناس تشالنجر موجوده في الفليكس. هتلاقي واحد قدامك رانك 1 اسمه ليكس او ريكس، هتلاقيه دايموند 1 سولو كيو، انما في الفليكس راجل ده تشالنجر 2000 ال بي، يعني مش شالنجر صغير، 2000 ال بي. افتح الصفحه بتاعته هتلاقيه راجل عادي خالص، 195 وين و65 لوز، يعني راجل حريف جدا بيكسب كتير ولازم يطلع. ولحد هنا نقول له ستوب وتعالى بقى لعمو يا حبيبي، وهات اسمه كده وتعالى بقى ايه على الاو بي دوت جي جي. ادينا فتحنا صفحته، هو الراجل شالنجر 195 وين 65 لوز، كله تمام يا باشا. والراجل ده هتلاقيه كسبان جيمات كبيره جدا من كتر الونات، انا عيني زغللت، بص الونات قد ايه. الراجل ده ما بيخسرش يا باشا، بص الحرفانه، يا سلام عليك يا ابني، كل ده في شالنجر، ده انت فاكر. بس تعالى كده نشوف هو بيلعب قدام مين ومع مين. بص كده، ايرون 1، ايرون 4، برونز 2، ايرون 1 بيلعب مع تشالنجر في نفس الجيم، ازاي؟ وقدام مين؟ قدام ناس بلات، والام ام ار بتاع الجيم جولد 3، جولد 4، سيلفر 1، سيلفر 2، ايه الحلاوه دي يا بيه؟ ده كده محدش يغلب خالص. تروح تفتح جيم تاني كده، يمكن كده اولين غلطه يا سيدي. بص هتلاقي ايرون 1، ايرون 4، ايرون 4، وبيلعبوا قدام مين؟ سيلفر 2، جولد 3، جولد 4. افتح تاني، الراجل الشالنجر رانك 1 بيلعب قدام واحد سيلفر 3 في نفس الجيم، بيلعب رانك 1 قدام واحد سيلفر 3، يا حلاوه. طب ايه الفكره يا باشا؟ بص هتلاقيه على طول بيلعب مع ناس اصحابه، يعني بيلعب في تيم كامل كلهم اصحابه وكلهم تبعه. طب هات كده واحد منهم نصطاده ونحلل الاكونت بتاعه ونشوف الموضوع ده اتعامل ازاي. ده واحد اسمه بريمنجهام، واحد بيلعبوا معاه طبعا ايرون، زي ما انتم عارفين الراجل ما بيحبش ان هو يبوظ الام ام ار بتاعه، واحد اقل من ايرون ما يقبلش، انما ايرون اوكي. اللي حلفت نظرك كميه اللون الاحمر اللي موجود في البروفايل بتاعه، الراجل ده تقريبا ما بيكسبش خالص، وبينزل بونس غريبه، برز اتاك يومي، فيز رش يومي، وعلى طول هتلاقيه بهيل وتليبورت، حاجات غريبه خالص. بس لو لاحظت هتلاقيه بيخسر جيمات كتيره جدا لما بيكونش ليكس او ريكس ده بيلعب معاها، انما لما بيلعب معاها هتلاقي قلب تنين مجنح كده وعلى طول بيكسب الجيمات 100% وين ريت يا باشا، وبيتراي هارد. فالفكره هنا والسر في ايه؟ ان الراجل ده بيلعب ديوم مع 5 وبيخلي الاربعه التانيين ينزلوا الام ام ار بتاعهم في الارض، فلما يلعبوا معاه هيكون الرانك بتاع الجيم قليل وسهل ان هم يكسبوه، ولما يكسبوا معاه شويه جيمات والام ام ار بتاعهم هيبتدي فوق بيلعبوا هم مع نفسهم ويطلعوه هم من الليله ويبتدوا يخسروا، فيحافظوا ان الام ام ار بتاعهم يبقى قليل والجيمات تبقى رانكها قليل عشان يرفعوا رانكه هو والال بي بتاعه على قد ما يقدر. فانت تقدر تاخد من الموضوع ده وتعمله ازاي؟ اول حاجه انت هتجمع 4 من صحابك عشان تبقوا في الاخر تيم مكون من 5، وكل واحد منكم هيكون عنده اكونتين، واحد مين وواحد ايه مفشوخ. ركز بقى يا باشا، المفشوخ ده هو اللي عليه الشغل الكبير. هتعمل ايه بقى؟ هتخش وتلعب فليكس انت والخمسه صحابك، وهتحاولوا ان انتوا تخسروا، بس مش عايزك تترول وفي الاخر تلبس بان يا باشا، لا ده انت عايز تحافظ على الاكونت ده، فانت هتخسر وانت كانك بتحاول. ويكاننا زباين عاديين، كانك بتحاول، كانك بتحاول تكسب بس انت يا عيني غلبان وخسرت. جارن او بي موت قدامه 3 مرات في الليل، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وبعد ما الاكونت يتخسف بيه التراب ويبقى ايرون 4 0 ال بي، هتبتدوا تلعبوا الخمسه بس معاك واحد من الاكونتات النظيفه، الاكونت الاساسي اللي انت شايله على جنب، ويفضل ان هو يكون اكونت ما تلعبش عليه رانكد فليكس عشان يطلع بسرعه ما يطلعش عينكو. فلما تدخلوا واحد من اكونتاتكم النظيفه في الليله هتبتدوا ان انتوا تتراي هاردو وتحاولوا ان انتوا تكسبوا اي جيم. بس بعد كل 5 أو 6 جيمات انتوا كسبتوها هترجعوا تاني وتلعبوا اكونتات كلها وسخه وتحاولوا ان انتوا تخسروا، فالام ام ار يفضل زي ما هو مفشوخ في الاكونتات المفشوخه، وهكذا هتبتدي تطلعوا صاحبكم الاولاني، صاحبكم التاني، صاحبكم التالت، صاحبكم الرابع، طالما الاكونتات موجوده ورانكها زي الزفت هتبتدي تطلعوا اكونتاتكم ايه النظيفه. ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش انك تعمله لايك، ويا ريت تعمله شير في اي حته، الموضوع ده بجد هيفيدنا وهيفيد القناه، واشوفك باذن الله في الفيديوهات القادمه، مع السلامه.